فعلا. وبالمناسبه كمان عملنا هنا تجربه في كليه الذكاء الصناعي في جامعه كفر الشيخ، ازاي استخدام الاسانسير بدون لمس. انت كنت دايما عشان تركب الاسانسير لازم تضغط على الزرار، تضغط على الرقم اللي انت الدور اللي انت عايزه، بقى دلوقتي بالاشاره فقط انت عايز تطلع او تنزل وتشاور قصاد الدور. والتجربه دي نجحت الحمد لله. يعني عندنا يعني هو مجرد ما بيشوفني مثلا الاسانسير واقف بقى اشاور بايد، انا عايز اطلع او انزل عند سنسور معين، فهو خلاص عايز يطلع فيقف معانا، مدخل جوه اشاور قصاد الدور فقط بدون ما المس الاسانسير. وده فعلا تفادى كتير معانا عشان المرض الموجود حاليا كوفيد 19. يعني طيب عندنا كم طالب في الدفعه الاولى؟ عندنا 211 طالب. طيب هل في طلبه متفوقين؟ طبعا عندنا، احنا حتى كنا مخصصين كمان يعني قاعه خاصه كده بانشاء المشاريع بتاعه الطلبه، فعندنا طلبه متميزين بداوا يعملوا دلوقتي التحكم في الاضاءه في المبنى بتاع الكليه،